مراسلنا خالد عويس في جبل يعطينا التفاصيل الجديدة بعد هذا التوقيع. نعم، بالفعل تم التوقيع النهائي على اتفاق سلام السودان بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة. كان هناك طبعا توقيع بالأقصف الأولى قبل نحو شهر من الآن. تم التوقيع أيضا من قبل ممثلين وشهود من عدد من الدول، من الاتحاد الأوروبي، من الاتحاد الأفريقي، من جنوب السودان، من المملكة العربية السعودية، من الإمارات، من عدد من تشاد، طبعا من عدد من الدول، لما يشبه مراقبة هذا الاتفاق وتنفيذه. هذه طبعا تعطي الاتفاق ضمانات كبيرة. نتوقع الآن كلمات لعدد من المسؤولين الكبار في جنوب السودان وفي السودان. في أي لحظة قد تبدأ هذه الكلمات، كما أطلعتنا مصادر سابقا أن الرئيس سلفا كير ميرديت سيخاطب هذا الحفل، كذلك رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، نائب الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك. ربما يخاطبه أيضا مسؤولون آخرون من الدول التي شاركت في هذا الحفل، من هذه الدول التي شاركت في هذا الحفل والتي شاركت بفعالية في الدفع لجهود سلام في السودان. نعم خالد، يعني كان هناك حديث عن دمج مجموعة أخرى من الحركات المسلحة طبعا في المرحلة المقبلة، هل يعني استطعت أن تجمع تفاصيل بشأن متى يتم ذلك؟ توجهنا بهذا السؤال بالأمس لدونالد بوث المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان. أجاب بأن هناك اتصالات أمريكية جارية بالفعل مع حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد النور، لم يفصح عن أكثر من ذلك. كذلك المستشار الأمني للرئيسي جنوب السودان دوب جلواك كان قد صرح في مؤتمر صحفي بأن المفاوضات مع فصيل عبد العزيز الحلو الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال بقيادة الحلو تنخرط في مفاوضات مع الحكومة السودانية ومع الوساطة بعد هذا اليوم مباشرة بعد توقيع الحفل. علمنا أن عبد العزيز الحلو متواجد بالفعل في جوبا، ربما تمهيدا لانخراطه في مسيرة تفاوض بهدف إحلال سلام شامل في السودان. نعم. التجاوب الشعبي أيضا خالد مع شعب جنوب السودان بهذا الاتفاق الذي طوى صفحة من الصراع في العاصمة الجنوب السودانية، كيف هو؟ الفروق تكاد لا تلحظ اليوم بين السوداني والجنوب السوداني للفرحة الكبيرة الغامرة التي تعلو وجوه الجميع ربما، والتعبير عن هذه الفرحة يأخذ أشكالا عدة من السودانيين والجنوب السودانيين. هناك مسيرات لمؤيدي السلام بطبيعة الحال، خاصة من المناطق المتضررة من الحروب في السودان. هناك أهازيج ورقصات شعبية من جنوب السودان في هذه الساحة في أكثر من مكان هناك كما يرى مراقبون هناك تمازج كبير بين الشعبين. السودان كان قد أسهم في سلام جنوب السودان، جنوب السودان الآن يسهم بشكل كبير في سلام السودان. هذا ربما يعطي العلاقات السودانية الجنوب السودانية دفعة أخرى كبيرة للأمام. من الواضح جدا أن العلاقات على المستوى الشعبي الآن في قمة دفئها، وكذلك على المستويات الرسمية كلها هناك علمنا أن هناك اتجاها لدى الحكومتين في جوبا وفي الخرطوم لتطوير العلاقات التجارية والعلاقات الثقافية والعلاقات في مختلف الصعد لتصبح الدولتان على صعيد واحد في مجال التجارة خاصة. نعم. خالد، فلنذكر معك بعض بنود هذا الاتفاق فقط والذي يعني نريد توضيحه للمشاهد. ما أبرز البنود التي احتواها هذا الاتفاق، اتفاق جوبا اليوم؟
الاتفاق يحتوي على بروتوكولات، بعضها هي البروتوكولات السياسية، بروتوكولات الترتيبات الأمنية، وهذا هذه بروتوكولات مهمة للغاية لأنها ستدمج قوات هذه الحركات في القوات النظامية السودانية أو ستشرحها. هناك بروتوكولات خاصة بالنازحين والنازحات الذين عانوا من النزوح لسنوات طويلة خارج ديارهم. هناك بروتوكولات تتعلق بقسمة الثروة، بمعنى كيفية قسمة الثروة ما بين المركز الحكومة المركزية في الخرطوم وهذه الأقاليم أو الولايات. هي بروتوكولات كما يقول مفاوضون المفاوضات عرضت إلى جذور الأزمات السودانية في مستويات الاقتصاد، في مستويات السياسة، في مستويات الأمن، في مستويات الثقافة، في مستويات الحقوق والمواطنة. لم تترك شيئا. هناك بروتوكولات حتى تتعلق بالأرض وما يسمى مثلا في دارفور بالحيازات والحواكير، أي الأراضي التي تقيم فيها بعض القبائل أو بعض المجموعات السكانية. هذا كله عرضت له هذه الاتفاقية. نعم، أرجو أن تبقى معنا خالد عويد، سنعود إليك طبعا لمتابعة هذا الحفل بعد توقيع اتفاق جوبا.